شبكة عباقرة التلاوة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مسجد الحامدية الشاذلية بمدينة المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك. وأمة الإسلام تحتفل بمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه، الذي قال له ربه في محكم كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا اليوم المبارك سنستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ثم نستمع إلى خطبة الجمعة وموضوعها ذكرى مولد الرسول، يلقيها فضيلة الشيخ نادي سلامة مفتش أول مديرية أوقاف الجيزة. وفي هذه اللحظات المباركة الطيبة نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض
في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى
ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم
كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله.